المسألة في سويسرا معقدة جدا لأنه مختلف عن كل الدول الأوروبية الأخرى، لأنه تشريع القوانين عندنا أولا ثم التشريعات الفيدرالية التي تأتي من البرلمان الفيدرالي، ثم تشريعات المقاطعات الكانتونات، مثلا جنيف، نتحدث إليك من دولة وجمهورية جنيف هكذا اسمها، ثم أيضا ثم مصادر أخرى للتشريع القانوني وهي الديمقراطية المباشرة، يعني أي كان يحق له أن يطرح للتصويت استفتاء أي قانون. مثلا ما حدث في سنغالن هو أن البرلمان المحلي وافق على حظر البرقع النقاب، هو في الواقع وافق على حظر كل ما يخفي الوجه، ليس موجه فقط إلى البرقع، حتى يعني لاعبي كرة مشجعي كرة القدم أيضا معنيين بالأمر إذا أخفوا وجوههم. في نفس الوقت ماذا حدث؟ اليسار تحرك، الليبراليين والخضر والاشتراكيين، بمبادرة عبر استفتاء حتى يسحبون البساط من هذا القانون، لكن أيضا المبادرة تم تثبيتها، لكن إجمالا ثم اتجاه نحو انتشار اليمين والأفكار اليمينية العنصرية سواء في سويسرا أو في كل أوروبا. نعم. لكن مثلا المجلس الإسلامي المركزي وهو أكبر منظمة إسلامية في سويسرا أوصى النساء بمواصلة تغطية الوجه، وقال إنه سينظر في اتخاذ إجراء قانوني إذا لزم الأمر. ما هي طبيعة هذه الإجراءات المضادة إنجاز التعبير؟ هو في الواقع فلنكن صريحين، ظاهرة النقاب أو البرقع أي تغطية الوجه ليست ظاهرة اجتماعية في سويسرا. أنا شخصيا نادرا ما شاهدت امرأة تغطي وجهها، صحيح ثم الحجاب لكن البرقع تقريبا قانون لظاهرة شبه غير موجودة. المجلس الإسلامي ثم مجالس كثيرة أيضا، المسلمون وهم أكثر من 300 ألف نسمة في سويسرا ليسوا على خط واحد، ليسوا على لغة واحدة، ثم مساجد في كل مقاطعة مختلفة عن الأخرى، ثم مساجد وراء دول عربية إلى آخره إلى آخره إلى آخره. إجمالا أنا أعتقد أن الموضوع ليس بهذه الأهمية الكبيرة، لأن عدد المتضررات هو يعد على الأصابع.